اشتهدت مزيان نطلب الله لا ان شاء الله باذن الله تعالى خير ان شاء الله مزيان ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص الحمد لله رب العالمين. شنو قال؟ هاك يسب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك ومولاه. ترفعون رمز ورموز الشياطين في الشمال وفي اليمين، وتظنون أن الغلبة لكل ساحر عليم. نعم. لا بل قال نعم. إذا العربية فهم دقيق فماش. هي لا تفهم العربية لكن هو يفهم العدو المجرم الخبيث. طيب يفهم العربية والريفية. طيب طيب. فأقول لك اعلم أن الذي جلاك قادر عليك إنه الله، فلو كان الأمر لك ما ظهرت وما نطقت وما تكلمت. صح؟ لكن الأمر لله جل في علاه، فهو الذي جلاك حتى اجتمعت. القرآن والرقية. نعم. والاجتهاد بفضل الله عز وجل. أصحاب كثيرة جدا. نعم. خدامها شياطين وأبالسة. أصحاب اجتمعت فيها أنواع السواد والقوة في الكلاب والأقفال والصغار. أسحار عظيمة وشديدة. أسحار عظيمة وشديدة. نعم. أسحار مع الموتى. نعم. صغت الغوية. أسحار للموت والقتل. نعم. لتعطيل كل شيء. نعم. أسحار في الريف. نعم. في القبور القديمة. نعم. وأخرى في الصور. نعم. وأخرى في السلاسل والأقفال. نعم. والأخرى في العقد واللباس. نعم. أسحار كثيرة جدا. نعم. عطلت على كل الأبناء والبنات. نعم. لكن ما استطاعت أن تعطل العلم والفهم. نعم. بتوفيق من الله جل وعلا. لكنها عطلت بركة المال. نعم. وعطلت الزواج والذرية. المال ولا الزواج ولا والو. بدي نشد بارم. نشد بارم. أنا من أحكم يقول. طيب نحن في البداية مسكين، ما استطعت أن تصل حتى دقيقة. خلاص ها قضى عليك القرآن. القرآن القرآن. تكون في وظيفتها جالسة في مكتبها، فإذا بك توسوسها قومي للمرآة وإلا عذبتك. لماذا؟ حتى تأخذ قوة. أصبحت تعشقها عشقا جنونيا. هي لك زوجك. نعم. عشقك. نعم. حبك. نعم. فلن تتزوج أبدا. طيب فأخذت القوة بالأسحار القديمة وأسحار الربط والتصفيح القديم. ها؟ قال لك احفظها من كل فاسد، لكن تقول لك أنت حلال. صح؟ صغتها الغفق صغتها الغفق صغتها بشغليتك شغلي وغلي سسنا الشاق
حتى كل الفواحش والآثار. ها ها تكل الرجال المجرم. هذه الأصحاب نشوف الساعه الى داز تويت ولا داز كومون جا كيبقى تما ولا جا توبيس ولا جا توبيس توبيس عامر شوش بلايص حتى شي واحد ما قال تيجي وياها جوج ولا توبيس عامر كي كاينين جوج ما قاعد عليهم حتى شي واحد هذا نعم ما سر اتصالك بزميلها في العمل؟ لماذا؟ هو عربي؟ لا نرويجي انجليزي انجليزي سر اتصالك به تحبه؟ تميل له؟ تريده؟ قصة غريبة هذه وليس غريبة من غرائب الجن نراها كثيرا حتى في الطائرات أما في الباص فهي سهلة لكن المشكلة يكون الباص مزدحم ممتلئ ودائما مقعدان فارغان لها وله ها لك جنود خرج البدن يحرسون حرصا ليس وصارا ما السر أرأيت فيه ضالتك وبغيتك أتريد أن توقعها في الحب والغيم أتريد أن توقعها في العشق والحرام أتريد أن تمهد السبل وتسهل الطريق ليكون الجلوس والقرب والدنو والاقتراب مدعاة إلى الغزل في الكلام. إيش شياطين حبالها كبيرة وحبائلها شديدة. إيه ولا تتبع خطوات الشيطان ييسر ما أراد من حرام ويباعد في الحل والحلال. عدو خبيث. هكذا يريده. حتى تكون النظرة والابتسامة والسلام والكلام واللقاء. هكذا هو يسمع ولو كان الأمر يحتاج إلى أيام وشهور وأعوام لا يكل ولا يمل المهم أن يصل إلى بويته وغاياته قال هؤلاء يأخذ إلى الفواحش إلى الزنا أصدها عن كل زوج حلال لن تتنعم أبدا فأنا قد جئت بأسهام جديدة للقتل والموت إذا أنت تتربص بها في كل مكان تريد أذيتها في كل شيء في المرآة تأخذ قوة وعشقا عاشق وكذلك الأمر المشكل كذلك تأثر بالعاشق العاشق والعاشق لها قدرة كذلك أن تأخذها إلى الفواحش يعني شيطان عاشق شيطان عاشق غواص وطيار اجتمعوا فيها غواص الآن يعمل الكلام كأنه في البحر غواص يغوص في البحار بينما تسمع يغوص في البحار في الغالب يخدم سحر الآفار على واد بحر نهر ماء إذن أسحار اجتمعت كثيرة على هذا البدن سحر في واد في بحر في نهر سحر عظيم خادم الشيطان غواص حق هيا شنو كان؟ طيب ما عندنا منجل الأمر لله الأمر لله قال لك ها أنا وأنا الشيطان وما تصنع وفي النهاية ما تصنع لن تجني شيء خلاص هي لي وعشقي وحبي وناس قوي مع الطيار ومع الغواص ومع الأسحار والسلاسل والأقفال ومن ينجينا من ينقذنا من يخرجنا ايوه حلاليك شو رايحنا رويد الرويد غواص طيار شياطين أبالسة كلاب سود سواد قبور أكفان موتى صور نجوم كواكب
قلاسم ذبح دم. اسكت اسكت. سترى العجب الأبالست الكبار لم تأتي لفرد واحد وإنما للكل والجميع، حتى الوالد والوالدة لم يسلما. سيح على الصورة فرق بين وخط أسود، شيطان أسود، شيطان أسود، وهذا أمره عظيم. تحسبون أن الخط أمر هين؟ يبقى تبقى الاجتماع وتبقى البيتوتة ويبقى تدوم الاستمرارية، لكن معها خط أسود يسود في السعادة، يسود في المحبة، يسود في الفراش، يسود في البر، يسود في الفرح. هو مجرد خط لكنه أسود عظيم. صح أم لا؟ إنها الأسحار. إنها الأسحار. كثرة الصور تعني دلالة على كثرة الأسحار على الصور. قد تؤخذ صورة واحدة وتنسخ، وعلى كل نسخة سحر خاص. هذا في العينين من العمى، أو في العين ضعف البصر، أو في العينين حتى لا يكون الجمال في العينين، أو في العين قبحهما عند الآخر وما شابه. وقد يكون في صورة في نسختها على فم، وقفل عليها، خطوط عليها، خيوط عليها. على الصورة بإمكانهم أن يجعلوا مئات آلاف الأسحار، مجرد نسخ. انسخ الصورة واسحر، انسخ الصورة واسحر، انسخ الصورة واسحر، فتكون آلاف الأسحار على نفس الصورة. فعلاً فيكون مع كل سحر خادم أو شيطان على حسب نوع السحر. نعم حسد حسد بني السحر على الحسد، على حسب زوجين اثنين وذرية وصلاح الذرية وجمال الذرية وعلم وفهم الذرية وعمل ومال الذرية. ميشان. نعم. فجاءت الأسحار منذ الصغر وفي الكبار أسحار كثيرة، فكل فرد من أفراد الأب والأم، كل ولد وابن إلا ومعهم جن وشياطين، جاءوا بطامات وبويلات وبمعاناة وبأمراض وجراحات. نعم. عطلوا، طلقوا الابن، كسروا الأخ وعطلوا عمله ورياضته، عطلوا على هذه وعلى الأم أيضا أمراض وأحزان، وعلى الوالد. هنا من يفعل التوحيد، هنا من يفعل التوحيد. شو قال؟ هذا المسلم الآن، المسلم يرفع يده ويقول أنا من أبرر أنواع سحرها. نعم. جزاك الله جل وعلا خيرا، أسلمت لله فقل الحمد لله. هذا مسلم أرفع التوحيد في اليمين ويقول أنا من أجلها أسحارها ترافي يقضع في المنام أو بين اليقظة والمنام. الآن يرفع التوحيد في اليمين وفي الشمال. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. سبحانه يهدي من يشاء، ولهذا أصبحت عندها قوة في الطاعة وقوة في سماع الرقية، أصبحت عندها قوة في الاستماع إلى المباشر والمقاطع على اليوتيوب، لأن أصبحت هناك فئة بإذن الله تأخذ بيدها إلى الطاعة والبر.
استفادت الفضل في الرقية وفي الطاعة بإذن الله فالحمد لله. وهذه رسالة إلى الكفر الفجرة في البدن أن القاصمة آتية وأن الهلاك في الطريق إلا تؤمن بالله. مفهوم؟ مفهوم. علم. الحمد لله رب العالمين. إلى كل حية كافرة فاجرة 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 حية كافرة حية فاجرة تعطي فحيحا وقوة بعدما كان الأمر وجسوس فيه في سكينة وهدوء وطمأنينة لما رفع المسلمون التوحيد لما خاطبنا الحي لأن عندنا أعراضها ونعلم حالها الآن الفحيحة والقوة وتغير الوجه وتحرك تقاسيم الوجه حية أنت واحدة من الخدام حية ولهذا على بدني نحافة شديدة سم الحية سم الحياة في الجسم نحافة شديدة نجعلها ربي بالفحيح بالصفير نعم حية ماذا تريدين ماذا تريدين في البطن تسكن بطنها لماذا شو تعذبها في البطن تعذبينها في بطنها أنت وظيفة الحية قصب الجسد وظيفة الحية أنها تعذبها في بطنها ورحمها وحينما نقول بطن والرحم فلا بد أن تضيف عليها جماع ولادة فكر معي صيروا صفر فكر معي البطن الأحشاء الرحم المبايض الجماع الولادة السرطان حتى يكون على الأيام المصعصي لما بالسرطان والأورام لأن السحر أصلا الحية قال لك أنا وبدأ في الصدر لأن السحر سحر القتل والموت فلا بد أن يتعاونوا في هذا الأمر جميعا من يطيرون من يغوصون من يزحفون الكل من تشكل تجسد سكن استقر الكل يسعى في غاية واحدة لأن أسحار عظيمة سوداء مظلمة أسحار قوية جدا هي التعطيل في الحياة والأخذ إلى الموت خلاص إذن هذه الحية تقر بنوعها أنها في البطن والرحم وبدأت في سرطان الصدر صح؟ طيب اسمعيني جيدا حية اسمعيني جيدا ماذا تستفيدين من كل هذا؟ ماذا تستفيدين من كل هذا؟ من أوصاك بهذا؟ ومن جاء بك؟ من أسكنك؟ كم سنة وأنت فيها؟ 21 يعني سب ملك عمر 7 سنوات قالت 21 سنة فيها والآن عمرها 28 سنة أي لما كان عمرها 7 سنوات بالسحر السحر المغشوش يعني الآن تخبر ليش لكل أسحار كانت نائمة كانت نائمة ورش عليها السحر قالت هي كانت الفتاة كانت 7 سنوات وكانت نائمة والسحر رش أين رش بالليل رش بالليل في أي مكان في الباب في العتبة على الفراش على اللباس عليها على جسدها
كان عمره 7 سنوات وكانت نائمة وغش من فوقها السحر مرشوش وسكنت معه الحية واستقرت في البطن في البطن. وبماذا أوصوك؟ شو قال لك؟ ماذا تفعل لها؟ تعذيب. وعذبتها منذ الصغر؟ منذ كان عمره 7 سنوات. تسبب لك المشاكل دائما، كثير المشاكل، مشاكل كثيرة بسببك أنت منذ كانت عمرها 7 سنوات. مشاكل صحية، آلام في الصحة وأمراض كثيرة منذ كان عمرها 7 سنوات، وهي طفلة عمرها 7 سنوات رش من فوقها وهي لا تعلم، وسكنته وهي لا تعلم، وتمرضه وهي لا تعلم، صح أم لا؟ صح. والآن تتسبب لها في أورام الصدر وتريد كذلك تعطيل الجماع والزواج والحمل والولادة، صح؟ منذ كان عمره 7 سنوات والآن عمرها 28 سنة. طيب ليس أي نعم، أصحاب كثيرة سنأتي إليها، أصحاب كثيرة بالصور، وهناك عفاريت، هناك شياطين، هناك عبالسة، سنأتي لكل واحد، سنأتي لكل واحد. هذه حالات مركبة لا بد أن تفهم مع كل واحد، وإلا لم تصل إلى شيء. نعم، كانت أصحاب تجدد دائما، أصحاب كانت تجدد دائما على الصور كثيرة جدا، مع الموتى كذلك، مرشوشة كذلك. طيب خير إن شاء الله عز وجل. أنت يهودية نصرانية؟ يهودية. ظلمتها صح؟ آذيتها صح؟ طيب ماذا صنعت أيضا؟ عطلت الزواج؟ نعم. أمرت البدن؟ شوهت الجمال؟ تشوه وجهها كل نهار كل يوم، تشوه لها الوجه، جمال الوجه. ولماذا الوجه؟ شره قبيحة، تصبح قبيحة، لا ينظر لأحد، لا ينظر لأحد. أحس بخيف النس، أحس شعرت شو؟ إسلام بزاف على الإسلام. لما تكلم كثير عن الإسلام، تحصل القرآن، تحصل الدرس، تفو دروس ومحاضرات وكذا. يعني يهودية لا تريد هذه الأحكام. دراي فارم أتلت أعمت العنفر بالدرس وفارم مشي مرة مرة كيكون شي شيخ دروس محاضرات في المساجد يأخذوا يمشوا شي يوم مع لا تريد هذا، لأنه يهودية تكره الإسلام والمحاضرات والدروس وأحكام الإسلام. واضح. اسمعيني حية، أنا أتكلم معك بعين الإنصاف والحق، والله وبالله وتالله لو سألتك سؤال واحدا وأجبت بحق وصلت إلى الحق، أيهم حق؟ ما تسير عليه هذه المرأة الفتاة أم ما تسير عليه أنت؟ يلا أجيبني سؤال واحد، أيهم حق؟ أيهم حق؟ ما تستمع إليه من القرآن ودروس ومحاضرات وتستقيم عليه، أما أنت علم فواحش وآتام وظلم؟ أنتظر الجواب. شو قالت؟ ماذا قالت؟ لا عندها الحق هي هي واحدة أخرى فاطمة اللي عندها الحق تكون؟ ماشي مشكلة كيف؟ ماذا قالت؟ قالت لك أنا اللي عندها الحق، ماشي مشكلة أنا عندي. لا، من عندها الحق؟ أنت الحية أم المريضة؟ من معها الحق؟ أنا كان دير الخدمة ديالي وخلاص. هذا هو الجواب، ما تستجوبني. هي قالت أنا فقط أؤدي مهمتي، أي أنت مجرد خادمة للسحر. نعم. ولكن الجواب ليس جوابا شافيا، في جوابك أنك إقرار على أن نحن على الحق، أما أنت تسيرين في السحر الباطل. الله ما ألزمك في اليهودية أو في الإسلام أو في النصرانية بمتابعة السحرة والكهان أبدا أبدا. اليهود يصومون في اليوم الذي أنجى الله فيه موسى من فرعون، وفرعون ماذا كان وسحره كيف كان، مفهوم؟ إذن لا نقول أن اليهود أصلهم سحر، فنبي موسى ما كان ساحرا،
ولكنهم دنسوا وغيروا وحرفوا. علم الحمد لله. شو خمس انا واحد اخر لما سمعت هذا الكلام اختفت وصعد المسلم لان الكلام وافقه وهي لا تريد ان تتجاوب مع هذا فصعد المسلم. هذا امر عادي نراه. هنا يجب الانسان يتسع ادراكه. الان حي لما افحمناها بهذا الكلام ما استعدت وجهنا فاختفت فصعد من يوافق كلامنا ما عنده في قلبه فصعد المسلم. لكن انا اعلم انك مسلم لكن اريد الحي ان تصعد الان. خلاص امر سهل بتوفيق الله عز وجل. لماذا؟ حتى لا نضيع الوقت. ماذا ما وصل السهم يبقى ان شاء الله هذا الشحن عليها وهذه الطاقه عليها باذن الله هي من تسلم فنزداد قوه في البدن باذن الله. خلاص هي صاحبه اورام سرطانيه لها نصيب في تعطيل الزواج صح لا؟ صح نريدك ان باذن الله يشركك الله جل وعلا يا حبيبي. قولي امين. اسمعي اسمعي كيف ادعو معك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل ورب موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارها الحق حقا وارزقها اتباعه وارها الباطل باطلا وارزقها اجتنابه. حبب اليها ما تحب وترضى. حبب اليها ما حببته لموسى ومحمد وعيسى. حبب اليها القران والفرقان والحق. قولي امين. اراه كلاما يوافق الفطره والعقول. قولي امين. لا تريني. لماذا؟ لماذا؟ لان فيه محمد. شو؟ ها؟ لا والله لا اكذب عليك. والله وبالله وتالله لا اكذب عليك. والله انك تعلمين اني اقول لك الحق وارجو لك الحق. ابكي. والله اني لا اكذب عليك. لو كنت اكذب عليك اذا اقول نحن نسير في الكذب ونرجو الجنه بالكذب. ساقول لك ان نحب محمد كذبا ونرجو الجنه بالكذب. لا ابدا. ابدا ما كان هذا. انظري حال المسلمين. لا تقولي من سحرتها مسلمة فهؤلاء ليسوا سحرة أو من سحر مسلم. لا أتكلم عن المسلم الحق الذي يمتثل القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بحق. علم هكذا أريدك أنت أن تكوني بإذن الله عز وجل. أعلم أنك مكلومة مظلومة وأنك مسجونة ومأمورة صح أم لا؟ لكن أمر الله أوفى وما أمروا إلا ليعبدوا الله. مفهوم؟ ظلمتها أحزنتها حبستها أمرضتها سنين منذ كان عمرها 7 سنوات في البراءة والطفولة. شو؟ ماذا؟ المرشوش نعم. وهل ربي كلفكم بخدمة السحر المرشوش أو المدفون أو المعقود؟ إنما هي الشياطين فلا طاعة لهم أبدا. فلا طاعة لهم أبدا. شو؟ نعم الله يغفر لنا جميعا. الله يغفر لنا جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله جل وعلا سبحانه قال في نفسه يغفر الذنوب جميعا. سبحانه هو الله يغفر الذنوب. الشيطان لا يغفر. ينتقم. يظلم يقتل يفرق سواد وشر. لكن الله والسلام المؤمن الله الخالق البارئ المصور الله الغفور الرحيم الله الصبور الشكور الله. سمعتي؟
إنه الله، إنه الله. انظري كم سنوا يتلاعبون به، انظري أرى العبرات من هنا تسقط، سبحان الدمعات أراها من هنا تسقط، عبرات ودمعات قوية كبيرة، سبحان الله. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يهدي من يشاء، المفاتيح قلوب بيد الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، صح؟ قولي أشهد، قوليها لله بقوة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رسول الله، رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا، أعاهد الله، ألا أظلمها، أعاهد الله، ألا أظلمها، أعاهد الله، ألا أسحرها، أعاهد الله، ألا أعطل زواجها، أعاهد الله، ألا أشوه جمالها، أعاهد الله، ألا أمرض بدنها، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أنت حية، سكنتها حية، أين كنت تسكن قبل أن تسكنيها؟ أين كنت تسكنين؟ أين كنت؟ في القفار؟ أين كنت؟ هل كنت من حيات المقابر والقبور؟ نيشان. كنت من حيات المقابر، تعمرين المقابر حية، وجاء بك الساحر وأسكنك حية، كنت تتشكرين حية في القبور، وسكنت وأنت تشكرين حية في البدن، وتختفين داخلها، تختفين داخلها حية. الله وسع لك في المقابر والقبور، والساحر ضيق عليك في بدنها، صح أم لا؟ صح. فعودي لكن ليس إلى المقابر، فالمقابر الشياطين، عودي إلى بيوت الله، إلى أماكن ذكر الله، إلى أماكن فيها طاعة، طاعة لله جل وعلا، أو في الصحاري والرمال فلكم ذلك، أو في الغابات والأشجار والجبال والجحور ولك ذلك ولكن ذلك، صح؟ فيكون بيتك يقام على شرع الله، وزوج على طاعة الله، وأبناء على ذرية الله، ولك ذلك. شو؟ كتعرف؟ نعم، وهذا في عالمك تعرفينه، فندلك عليه بإذن الله. ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. شو؟ قلت لك وها ماذا؟ ولو بغيت أنا نوقف شي حاجة ما نقدرش حيت فيها بزاف. نعم، اسمعي، ستوقفين بإذن الله الشر والأذى بإذن الله. لماذا؟ الآن أسلم الكثير في البدن، صح؟ أنت الآن مع من أسلموا ليس مع الكفرة، جعلوا بداخلها شياطين وأبالس وجين وحيات وغير كثير كفر فجرة،
الآن نحن الآن نغير المعادلة والمفهوم والقوة، تصبح لله قوة، للكتاب قوة، للسنة قوة، للإيمان قوة، للخير قوة، ويغلب الخير الشر والحق الباطل، ويغلب النور الظلام، صح أم لا؟ فالآن اركب، اركبي معنا، خلاص أنت الآن معنا الآن وأسلمه، علم تدافع الآن بين الحق والباطل، حتى يعلم الجن الكفر والأبائس أنه ليس على شيء، فالله يهدي إلى سواء السبيل والصراط المستقيم، صح؟ كانوا يريدونها في الموت، في الأسرة، يريدون في الجراحة، في الحوادث، في التعطيل، في القبر، لكن الله أنجى وأحيا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، صح لا؟ سحرهم عظيم، سحر أسحارهم عظيم، لها خدام كفر وأعوان كفر وشياطين وأبائس كفر على النسل والسلالة، على الوالد والوالدة والأبناء والذرية، صح؟ في كل ولد رأينا هذا، وفي كل ابن رأينا هذا. طيب بإذن الله عز وجل أسلمت، سمي نفسك اسم يحبه الله عز وجل، اختاري اسما يحبه الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله خديجة، سأل الله تعالى يسكنك معها في أعلى الجنان، سأل الله تعالى يسكنك معها في أعلى جناته، قولي آمين آمين آمين. فكل من ينصر الكتاب والسنة كما نصرت أمنا خديجة محمد صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ وهنيئا لك بهذا الاسم، وهنيئا لك بالإسلام، وهنيئا لك بهذه الدمعات والعبرات التي رأيناها قوية تسكن، فلولا الله ما كانت، فلولا الله ما لنا قلبك وما تحرك فؤادك ولسانك، صح أم لا؟ فقل الحمد لله، الحمد لله. نواصل بإذن الله عز وجل، الآن انضمي إلى اليمين، لا تكون في الشمال، خلاص كن مع من وحد الله عز وجل، وصححي وأصلحي ما أفسدتي طوال هذه الأعوام، أصلحي وصححي ما أفسدتي، ذاك الشر الذي كان بسببك أنت يزال بإذن الله. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات لذلك ذكر للذاكرين وخالق الناس بخلق حسن. لا بد الآن أن تسعي في الإحسان لا في الإساءة، خلاص، فحتى يهتدي الكل والجميع بإذن الله تعالى، وحينها أبين لكم أمرا آخر إن شاء الله، الآن بإذن الله عز وجل. إلى كل من لا زالوا على الكفر والطغيان، إلى كل من لا زالوا في العشق والغيام، عاشت يهودي سحر وعشق سكنتها منذ الصغر، نصراني الحي يهودية هو نصراني، سحر الصليب كيف جئت أنت؟ سحرك بماذا صنع؟ ها؟ ما سحرك بماذا صنع؟ سحرك بماذا صنعوه؟ بالصور. ماذا كتبوا على الصور؟ ماذا صنعوا في الصور؟ نجاسة. وضعوا على صورتها نجاسة حتى لا تكون مقبولة عند رجل أو عند الناس أو يشوه جمالها، فكانت من حظه ومن نصيبه فأصبح عاشقة، لا تكون لغيري تكون لي، صح؟ وإن أرادوا وضعوا الصورة بعدما نجسوها بالنجاسة والطهوة بالنجاسة. بصورة الضحى الذي فيها ولسوف يعطيك ربك فترضى، قالوا هذه الصورة أخذوا صورة القرآن، ليس بصورتها هي، إنما سحرها بصورة القرآن، بصورة الضحى، ليس بالصورة، بالصورة، صورة القرآن، وأصبح هو يهو نصراني كافر بسحر صورة الضحى بالنجاسة، فأصبح نصراني عاشق. وإن وضعوا صورة الضحى لما نجسوها وكتبوا بالدم، نجسوا بالدم، وأين وضعوها؟ في عتبة، في باب، في قبر، أحرقوها، أحرقوها، لهذه ترى المجمر في الرؤى،
لهذا المسلم يعطيها صوت المجمر، كتبته المجمر عليه فيه الفحم، لأن له علاقة بحرق أحرقت صوت القرآن بعدما نجس بدم على سحرها وأصبح الخادم نصراني عاشق نصراني. صح.